تكنولوجياتهم وتحاول تطويرها. فإن هذا ليس حلا، لأن المدة الزمنية التي تفصل بين البحث العلمي وتتمينه أصبحت قصيرة، ودائما في مجال الاختراعات هناك إنتاجات جديدة مبنية على البحث العلمي ليست فقط أبحاث تطبيقية. كما أن شروط النجاح مرتبطة ببلوغ العدد الكافي من الأطر، تقنيين، مهندسين، أطباء، باحثين إلى آخره، لجعل التلاعتية فعالة وتجنب نتائج قليلة محدودة في قطاعات قليلة جدا، لأن البحث يجب أن يكون شموليا ويمس جميع القطاعات، لا يمكن الاستفراد أو اتخاذ وجهة واحدة، يجب أن يكون شموليا. كما أن توفير ظروف العمل بالمعايير الدولية عامل أساسي لتحقيق هذه الثلاثية، وهذا نقص كبير في المغرب، وسأتطرق إلى هذا في المحور الثاني. وتجدر الإشارة إلى كون عناصر البحث العلمي متكاملة، وهذه نقطة أساسية، فهناك من يقول لا داعي للبحث الأساسي في المغرب، يجب أن ننطلق مباشرة من البحث التطبيقي أو من البحث للتنمية. فعناصر البحث مترابطة، البحث الأساسي بمركباته الثلاثة، النظري، التجريبي والميداني، ثم البحث التطبيقي، ثم البحث من أجل التنمية، ثم الابتكار التكنولوجي، لا يمكن فصلها عن بعضها البعض، فهي مترابطة متماسكة، وكل شكل من أشكالها يكب في الشكل الآخر الموالي له، فلا يمكن تتمين نتائج البحث إذا لم يكن هناك بحث أساسي، لأنه هو الرافد للبحث لتتمين البحث، لا يمكن رفع قيمة البحث العلمي إذا لم يكن هناك بحث علمي. ويجب أن يكون البحث منفتحا على العلوم على المستوى الدولي، ومن الصعب على الدول التي أهملت توفير هذا الوسط العلمي تحقيق الثلاثية إذا لم يكن هناك انفتاح، إذا لم يكن هناك محيط علمي ثقافي، فإنه من الصعب. وخلاصة القول في هذا المدخل أن البحث العلمي والابتكار التكنولوجي وتتمين نتائج البحث هي من الرافعات التي يجب أن تحظى بالأولوية في بلد ما لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الاستثمار في العنصر البشري والمعرفة أساس التنمية. إذن هذه خلاصة هذا المحور الأول، وإذا سمحتم سأتطرق إلى المحور الثاني الذي يخص واقع البحث في المغرب، وبالخصوص فيما يسمى المنظومة الوطنية للعلوم. المنظومة الوطنية للعلوم حاليا تتوفر على المغرب، يتوفر حاليا على منظومة للعلوم تحتوي من الجانب القانوني في الإطار القانوني على جميع المركبات، لها أجهزة التوجيه، لها أجهزة التخطيط أو هيئات التخطيط، ولها مؤسسات البحث العلمي في الجامعات، في المؤسسات العمومية للبحث. إذن من الناحية القانونية ليس هناك إشكال قانوني، ومن المفروض أن منظومة وطنية للبحث كهذه من المفروض أن تعطي هذه المنظومة دفعة قوية للتنمية وتساهم في تطوير العلوم على المستوى الوطني والدولي. لكن مع الأسف نقص في التنسيق، تداخل في المهام، نقص في الإمكانيات البشرية والمادية، وخلل في ترشيدها، وغياب سياسة واضحة للبحث العلمي جعل هذه المنظومة قليلة الفعالية، ولم تعطي للبحث العلمي الإشعاع والدور المطلوب والمهمة المنوطة به. أولا قيام ببحث وإعطاء النتائج، ثم تحويل هذا البحث وتتمينه، لم تقم بهذا الدور. ويمكن تحديد نقاط الضعف في ثلاثة عناصر، وسأتطرق إلى كل منها بشيء من التفصيل. النقطة الأولى هو نقص في الموارد البشرية، والنقطة الثانية هي نقص في الموارد المالية، وتكلم الأستاذ بوعيات في مقدمته عن هذه العناصر. والنقطة الثالثة هي في الواقع نتيجة لهاتين النقطتين، وهي نقص في الإنتاج العلمي والتكنولوجي. هذه هي نتيجة لهذا النقص في الموارد البشرية وفي الموارد المالية. إذن أعطي بعض العناصر وبعض الأرقام، ولن أطيل في الأرقام، أعطي فقط بعض الدلالات وبعض الإشارات.
النقص الأول يتجلى في الموارد البشرية على مستويات ثلاث. أولا العاملون في البحث العلمي، وهنا عندما نقول العاملون في البحث العلمي ليس بالخصوص الأساتذة الباحثون. العاملون في البحث العلمي هم الأساتذة الباحثون، الباحثون كذلك، ثم المهندسون والتقنيون والأعوان. كل هذا هم الباحثون في البحث العلمي، كل هذا يشكل الباحث. والإحصائيات عندما تعطي العاملون في البحث العلمي تعني كل هذه المركبات. وعدد هذه العاملين في البحث العلمي في المغرب في 2600 في 2006 كاين 30000 عامل في البحث العلمي في المغرب 2006 2007 2010 ارتفع هذا العدد الى 37200. وبين 1999 كان 20700 وسنة 2010 34000. بالنسبة يعني كان في القطاع العام للبحث العلمي، في القطاع العام فقط، القطاع العام كان 20000 وارتفع ل 34000، بمعنى أن ارتفاع 64%. وفي القطاع الخاص ارتفع أكثر، ولكن القطاع الخاص النسبة له قليلة جدا، كان 650 باحث فقط في القطاع الخاص. إذن هذه الأرقام إذا أخذت مطلقة تظهر كثيرة، ولكن إذا أخذت بالنسبة للساكنة فهي قليلة جدا بالمقارنة مع الدول المتقدمة، وحتى بالمقارنة مع الدول التي في نفس مستوى التنمية، يعني دول الجوار إلى آخره، فإن هذه النسبة منخفضة جدا من حيث عدد الباحثين. وأعود إلى تفاصيلها، مثلا عدد الأساتذة الباحثون في المغرب، عدد الأساتذة الباحثون في المجموع كان يشكل 44% سنة 2006، 44% أي 13500 أستاذ باحث. لكن هذا العدد هو من غريب الأمر أنه انخفض إلى 33% سنة 2010، عوض أن تكون زيادة في الموارد البشرية فهناك نقصان، 33% فقط، 12133 سنة 2010. هذا الانخفاض يدل على غياب سياسة الموارد البشرية في المغرب، يعني أن المنظومة الوطنية للعلوم ليس لها سياسة الموارد البشرية. ففي الوقت الذي كان من المفروض زيادة عدد الأساتذة الباحثين نظرا لتزايد حاجيات البحث والتأطير، نسجل تناقصا بأكثر من 10% من 44 33 11%. وتجدر إشارة إلى أن كون عدد الباحثين قليل بالمقارنة مع دول في نفس مستوى التنمية. العنصر الثاني، إذن بما يخص الأساتذة الباحثين العدد غير كافي وعدد قليل جدا بالمقارنة مع الجزائر عندهم 47000، إحنا عندنا دابا 13000، 47 13، تونس 20000، إحنا عندنا 13000. تونس ثلث عدد سكان المغرب. إذن سياسة ديال المنظومة الوطنية للعلوم فيما يخص الموارد البشرية غير مجدية. النقطة الثانية هي فيما يخص قلت العاملين في البحث العلمي، أساتذة باحثون والطلبة الباحثون. الطلبة الباحثون هي ركبة الارتكاز للبحث العلمي، بدون طلبة باحثون ليس هناك بحث علمي. طلب الباحثون 2006 كان العدد 12643 يشكل 35% من مجموع العاملين في البحث، وارتفع العدد 2010 بشكل ملحوظ وصل 17686، أي أصبح يمثل 47% من العاملين في البحث العلمي، 47% في البحث العلمي. لكن الواقع الأمر، أولا رغم هذا العدد، رغم ارتفاع هذا العدد، فإنه بالمقارنة مع دول أخرى فهو أقل من الدول الأخرى، لا المتقدمة ولا حتى الدول التي في نفس مستوى التنمية. لكن الغريب في الأمر أن هذا العدد ليس هو العدد الحقيقي للطلبة الباحثين الفاعلون في مجال البحث العلمي. لماذا؟ لأن عدد لا يستهان به من هؤلاء الطلبة لا يحصلون على الدكتوراه، عدد مسجلون في الدكتوراه ولكنهم لا يقومون بعمل البحث. النقطة الثانية هي أن الطلبة الحاصلون على منحة للقيام بحث العلمي، ولكن منحة في المستوى يعني 2400 حتى 3000 درهم،
حتى 2011 كانوا 200 طالب من 17000، 200 طالب كياخذوا المنحه فقط، منحه الامتياز. كنتكلمش على المنحه ديال 700 درهم، منحه الامتياز 2400 والان طلعت 3000 درهم. هذه المنحه يحصل عليها فقط 200 طالب من اصل 17000 طالب. العنصر الثاني، قلت ان عدد قليل يستهان به الذي يحصل على الدكتوراه. في سنة 2010 عدد المسجلين 17000، ومن حصل على الدكتوراه في هذه السنة 751 طالب فقط، 751 من 17000، 17686. بمعنى أن هذه النسبة 6%، 6.2% فقط من المسجلين يحصلون على الدكتوراه. وإذا اعتبر أن كل سنة 6.2، بمعنى في 4 سنوات، وإن كانت المدة القانونية هي 3 سنوات فقط، إذا اعتبرنا بأكثر تقدير مع السنة الإضافية 4 سنوات، في 6.24 عندنا على أكثر تقدير 24% من الطلبة المسجلين هم الذين يقومون بالأبحاث. بمعنى من 17000 ما عندنا شي حتى الربع فيهم كيقوم بالبحث العلمي. إذا هذاك العدد ديال 30000 ولا 37000 راه فيه واحد النسبة كبيرة لا تقوم بالبحث العلمي، يعني محسوبة على البحث العلمي ولكن لا تقوم بالبحث العلمي. ثم إذا نظرنا في تفاصيل هاد العاملين في البحث العلمي فيما يخص الطلبة بالخصوص، بقى في جانب المتعلق بالطلبة، إذا أخذنا هذا الجانب نجد أن 31% في العلوم، علوم المادة والحياة بما فيها الهندسة والطب إلى العلوم الدقيقة، و 69% في العلوم الاجتماعية والإنسانية. وهنا يبدو غياب التوازن، ليس من المعقول في أن دولة ترغب في التطوير التكنولوجي والتسويق إلى آخره أن لا يكون لديها توازن بين التكوينات. 31% فقط من هذه الطلبة يكونون في علوم المادة والحياة، بينما 69% في العلوم الاجتماعية والإنسانية هي ضرورية، ولكن يجب أن يكون هناك توازن بين التكوينات. إذن الخلاصة أن عدد الأطروحات المقدمة يبقى ضعيف بالنسبة للمسجلين وبالنسبة لحاجية المغرب من الأطر الحاصلة على الدكتوراه، والتي يمكن أن تقدر فيما يخص الحاجيات في التدريس في التعليم العالي، دون الدخول بأن هؤلاء المؤهلين الحاصلين على الدكتوراه يجب أن يشتغلوا كذلك في قطاعات صناعية إلى آخره. إذا اقتصرنا فقط على الجانب التدريس في التعليم العالي لسد النقص، نجد أن يلزمنا 3000 في السنة ولا نكون أقل من 700. العامل الرابع هم المهندسون. المهندسون يشكل المهندسون في قطاع التعليم في البحث العلمي يشكلون 10% فقط، 10% 10% هي 3000 مهندس، وهذا عدد ضئيل إذا أراد المغرب أن يطور العلوم التجريبية والتطبيقية وتتمين نتائج البحث العلمي وتوفير محطات للتجهيزات المخبرية المتطورة الضرورية لمسايرة التطورات السريعة للبحث العلمي التجريبي والتطبيقي على المستوى الدولي. ما يمكنش البحث العلمي يتطور إذا ما كانوش في المخابر المهندسين بقدر كافي قادرين على القيام بهذه الأبحاث وتطويرها والقيام على الأجهزات المخبرية التي أصبحت جد متطورة الآن، جد متطورة وتتطلب تقنيات من مهندسين في مستوى عالي. ثم العنصر الرابع في العاملين بالبحث العلمي هم الباحثون، وأقصد بالباحثون أولئك الباحثون الذين ليست لهم مهمة التدريس. هناك باحثون مثل الباحثون في المركز الوطني للطاقة النووية، مثل مجموعة من المؤسسات بها باحثون، ليسوا أساتذة باحثون، ويشكلون 1% فقط. وتجدر الإشارة أنه لا يوجد في الوظيفة العمومية منصب باحث، ما كاينش، بمعنى ان هؤلاء الباحثون بالرغم من انهم يقومون بالبحث العلمي، اما انهم يقومون بالبحث العلمي في القطاع الخاص
وهناك يتبعون إلى سوق العرض والطلب في السوق، وإما أنهم يشتغلون في الوظيفة العمومية ويوظفون في مستويات أقل من مستوى تكوينهم. وهنا مثال على الخصوص المركز الوطني للطاقة النووية، أن الأساتذة في الباحثون في هذا المركز هذا ليست لهم الأجرة المستحقة ولهم نفس الشهادات كالأساتذة الباحثون، وهذا خلل، يعني أن وظيفة الباحث غير موجودة في المغرب. إذن هذا الباحثين متوزعون في على مستوى في المهيئات التي يقوم فيها المغرب بالبحث العلمي، 80% في التعليم العالي و13% في مؤسسات البحث العلمي العمومي و7% في القطاع 7% في القطاع الخاص. العنصر الرابع هو ما هو الرافد للباحثين والأساتذة الباحثين والمهندسون؟ هم الطلبة المسجلون في التعليم العالي، والرافد الأساسي لهؤلاء. وهنا أيضا كان يوجد نقص، بحيث أن عدد الطلبة المسجلين في التعليم العالي بعد البكالوريا بما في ذلك التعليم المهني والأقسام التحضيرية وتكوين المعلمين 2006 كان 400,000، 2010 447، و 2012 وصل 521,000. بمعنى هناك ارتفاع، ولكن إذا قارنا هذا العدد بالدول المجاورة مثلا الجزائر تقريبا 1,000,000 طالب، نجد مع نفس عدد السكان، أو إذا قارنا مع تونس فإن هذا العدد ضعيف جدا، بأن مستوى التكوين والطلبة الحاصلين على البكالوريا والذين يسجلون في التعليم العالي يبقى غير كافي رغم تزايده المضطرد. ورغم قلة العدد فإن التخطير غير كافي ويزداد في التدهور، حيث أن عدد الطلبة يزيد كل سنة بينما يتناقص عدد الأساتذة كما ذكرت فيما قبل، من 13,000 من 44% زدنا 33%. وهنا أيضا يطرح مشكل التوجيه، فإذا نظرنا إلى هذا العدد مثلا 447,000 التي سجلت سنة 2010، نجد أن 68% تسجل في التكوينات العامة، بينما مثلا 5% تعليم عالي غير تابع للجامعات، 1% في الأقسام التحضيرية، 0.5% في أقسام التكوين التقني. من المفروض أن البلد ما يكون عدد كثير من التقنيين، بينما التعليم طويل الأمد يجب أن يكون العدد فيه نسبيا محدود. ونحن لدينا الموازين مقلوبة، أي أن التعليم بالتكوينات العامة 68% وتكوين التقنيين 0.5، بمعنى أننا كنديروا الاستقطاب المحدود في التقنيين واستقطاب مفتوح اللي غادي يدير الاستاذ باحث او باحث او مهندس الى اخره. اذا هناك نقص في التوجيه فيما يخص التكوين للطلبه مع قله عددهم بالمقارنه مع الدول في نفس مستوى التنميه. خلاصه القول في باب الموارد البشريه، فبالرغم من كون المغرب تمكن بعد الاستقلال من تكوين أطر في ميدان العلوم وكذلك في جميع الميادين المتعلقة بالتعليم في مختلف المستويات، والذي مكن من مغربة الأطر في مدة قصيرة بفضل تكوين أطر مغربية داخل وخارج الوطن، فإنه يعاني الآن من نقص على عدة مستويات أعود بذكرها بعجالة. عرف عدد العاملين في قطاع البحث العلمي نوعا من الركود، وسجل تراجعا سلبيا في نسبة التوظيف ناقص 3%، نسبة التوظيف ناقص 3% تراجع، بينما عرفت الدول التي مجاورة ارتفاع في هذا العدد. إن نسبة تأطير الطلبة على مستوى التكوين والبحث ليست كافية، علما أن هذه الوضعية من المتوقع أن تتدهور وتتفاقم على المدى القصير، ويمكن تفسير هذا الوضع بالزيادة السنوية في عدد الطلبة الذين يلجون التعليم العالي، حيث بلغت نسبتهم 20% ابتداء من سنة 2010 ولا تتناسب مع عدد الأساتذة المؤطرين. ثم نقص عدد الطلبة المسجلين في السلك الثالث
كما قلت بمقارنة مع الجزائر، الجزائر عندها هذا العدد يتجاوز مرة ونصف عدد الطلبة المستجوين في السلك الثاني في المغرب، مرة ونصف لأنها نفس عدد الساكنة. كما أن عدد دبلومات دكتوراه مسلمة كل سنة في جميع التخصصات يظل ضعيفا جدا، نسجل غياب سياسة من شأنها تلبية الحاجيات الحالية والمستقبلية للمغرب بتكوين الأساتذة الباحثين على المدى القصير والمتوسط. موازاة مع هذه الملاحظات وانطلاقا من المعطيات والأرقام، فإن الوضعية على صعيد التأطير والموارد البشرية جد مقلقة لانعدام سياسة واضحة في شأن التدبير وتتمين الموارد البشرية في قطاع البحث العلمي بطبيعة الحال، لغياب استراتيجية من أجل وضع آليات محفزة وخلق جو تنافسي سليم داخل المنظومة العلمية الوطنية، مع الاعتراف بوظيفة البحث العلمي في المجتمع، وظيفة غير معترف فيها، أن الباحث ما عندوش حتى في الوظيفة العمومية ما كاينش منصب باحث في الوظيفة العمومية، لغياب نظام أساسي للأساتذة الباحثين يرتكز على تشجيع وتثمين نشاط البحث، وهذه أيضا نقطة أساسية، خاصة وأنه يبدو أن النظام الأساسي الحالي للأساتذة الباحثين لا يشجع على البحث العلمي، دير البحث العلمي وما ديرش بحال بحال، يعني في الترقية كاين سنة واحدة ديال الفرق في من إطار إلى إطار، وهذا لا ترتكز بالأساس على البحث العلمي، ترتكز على أشياء أخرى غير البحث العلمي. إذن هذا فيما يخص الموارد البشرية، النقص الحاصل في الموارد البشرية. فيما يخص الموارد المالية، لم يصل بعد المغرب تمويل البحث العلمي إلى المستوى الذي يسمح بالنهوض بهذا القطاع، حيث أن نسبة المصاريف الداخلية الخامة للبحث العلمي من الناتج الداخلي الخام لم يتعدى 0.64% سنة 2006، وهذا ما يعادل 3.694 مليار درهم من أصل 575.271 مليار درهم، وهو الناتج الداخلي الخام للمغرب 0.64% فقط. وقد ارتفع هذا العدد 0.73 سنة 2010 وصل 5.6 مليار درهم، 76% من هذا القدر يأتي من القطاع العمومي و 22% من القطاع الخاص على شكل ضرائب و 2% في إطار التعاون مع الدول الأجنبية. وبالرغم من كون هذه النسبة عرفت زيادة في السنوات الأخيرة، فإنها تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الدول المتقدمة وحتى بالمقارنة مع الدول التي في نفس مستوى التنمية، وتبقى مساهمة القطاع الخاص ضعيفة، ويأخذ التعليم العالي 64% من مساهمة القطاع العمومي، ويحتسب في هذه الميزانية تعويضات البحث للأساتذة الباحثين. بمعنى فيما يخص ميزانية تسير، جل ميزانية تسير في مخصص للرواتب، والجزء قليل مخصص للتسير، بمعنى أن ميزانية التسير ضعيفة. وفيما يخص ميزانية الجزيز رغم قلتها، ميزانية الجزيز قليلة في بعض السنوات، ومثلا هذه السنة كانت تحبسات في شهر أبريل، تحبسات ميزانية الجزيز، قال بأن غادي نحبسوا ميزانية التسير، غتبقى غير ميزانية التسير. ميزانية رغم قلتها فإن الأمر يتعلق بالموارد المرصودة وليست النفقات الفعلية، وهنا الأساتذة الباحثون يعيشون هذه الإشكالية، هي أن بالرغم من وجود الميزانية إما من الدولة وحتى من مشاريع من الخارج، أن غير كتدخل الميزانية ديال الجامعة أو ديال المؤسسة يصعب صرفها، بمعنى أن الميزانية المرصودة كبيرة والميزانية المصروفة قليلة، نظرا لتعقيد المسطرة الإدارية لصرف الميزانية. إذن بخلاصة هذا فيما يخص الموارد بأنها غير كافية، قليلة جدا. أن العنصر الثالث وهو نتيجة للأول والثاني، وهو النقص في الإنتاج العلمي، ويعد هذا النقص مؤشرا على عدم نجاعة وفعالية المنظومة الوطنية للعلوم. لقد بدأ الإنتاج العلمي الوطني يظهر في الإحصائيات الدولية في نهاية الثمانينات، وهي الفترة التي تأسست فيها جل المختبرات على المستوى الوطني، وعرف هذا الإنتاج تزايد ملموس في الفترة الممتدة بين 1995 و2002، حيث وصل الإنتاج العالمي العلمي المغربي من المنشورات إلى الصف الثالث في إفريقيا
في مصاف الدول الإفريقية بعد جنوب إفريقيا ومصر كالمغرب الثالث حتى 2003. لكن هذا الإنتاج عرف ركودا بعد سنة 2003 حيث تراجع من المرتبة الثالثة إلى المرتبة السادسة. مجموعة ديال الدول الإفريقية تقدمت علينا سنة على المستوى الإفريقي. وإذا أخذنا على سبيل المثال الإنتاج العلمي المغربي في ميادين العلوم الدقيقة وعلوم الحياة بما في ذلك الطب وعلوم الهندسة مجموعة، نجد أن لا تتعدى 959 سنة 2006. هذه في لاباس دوني في قاعدة المعطيات ديال تومسون 959 2006، وفي سنة 2010 1281. وإذا قارنا هذا العدد بجنوب إفريقيا في نفس السنة، إحنا 959 جنوب إفريقيا 7600 ومصر 5300، بمعنى الفارق كبير في الإنتاج. وإذا أخذنا الإنتاج المغربي على الإنتاج العالمي، كم نساهم في الإنتاج العالمي؟ كم المغرب يساهم في الإنتاج العالمي للأبحاث؟ يساهم ب 0.75 من الألف، 0.75 من الألف سنة 2006، وسنة 2010 وصل إلى 1.22 من الألف، يعني ألف نشرة المغرب ينتج 1.22. وهذا قدر جد ضعيف. مثلا إذا أخذنا كمثال فرنسا تنتج 4.28% من الإنتاج العالمي، ودول مثلا تونس تنتج أكثر من المغرب. وإذا قورنت الإنتاجات العلمية المغربية حسب التخصصات نجد أن هناك تفاوت في الإنتاج. كاين بعض المواضيع اللي فيها إنتاج متفوق على مواضيع أخرى، ميادين أخرى، وهذا يدل على نقص التنسيق والتخطيط في ميادين البحث العلمي، أن مواضيع حيوية وفيها إنتاج ضعيف، بمعنى أن التوجيه والتخطيط للبحث العلمي ضعيف. من حيث انفتاح البحث العلمي الوطني على البحث العلمي العالمي، وهذه النقطة تطرق لها الأستاذ بوعيات في المقدمة، نجد أن ما ينهز نصف المنشورات مشتركة مع باحثين أجانب، وتمثل 585 من أصل 1200 سنة 2006، 2006 نصف تقريبا في مشتركة. وإن كان هذا الانفتاح إيجابي في حد ذاته، يعني من المشجع أن تكون يكون البحث العلمي المغربي منفتح على الفتح على البحث العلمي العالمي، فهو دليل على المستوى العلمي العالي للمنشورات. ولكن إذا نظرنا بدقة إلى تفاصيل هذه الأبحاث المشتركة، نجد أن 64% مع فرنسا، مع باحثين فرنسيين، 64% مع باحثين فرنسيين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك استمرار للرابطة بين الباحثين المغاربة والمختبرات التي حصلوا فيها على الدكتوراه في غالب الأحيان من جهة، ورابطة اللغة من جهة ثانية. وهذا يعطي إشارة على نوعية مواضيع البحث بالمغرب، فهي بالأساس مواضيع بحث تهم المختبرات الفرنسية، وهذا دليل آخر على نقص تخطيط البحث العلمي وتوجيه مواضيعه نحو الاهتمامات والأولويات الوطنية. ليس لنا أبحاث في الأولويات الوطنية. ويبقى التعاون الأفقي بين الدول المغاربية والعربية ضعيف جدا، حيث أن المنشورات المشتركة مع تونس مثلا لا تتعدى 2.2%. ولفهم أسباب هذا الركود في الإنتاج العلمي لابد من الرجوع إلى بعض الأسباب، منها أن تضيف الأساتذة الباحثين بعد سنة 1997 لا يتم إلا بعد الحصول على الدكتوراه، بينما كان يتم بعد دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو حتى بعد شهادات الدراسات المعمقة في قانون 75، ويوظفون في إطار أساتذة مساعدين أو مساعدين. وهؤلاء الأساتذة الباحثون ملزمون بالقيام بالبحث العلمي والنشر في المجلات المتخصصة حتى يتسنى لهم الحصول على دكتوراة الدولة وولوج درجة أستاذ التعليم العالي وترقية في السلم الإداري. من جهة أخرى بعد التغيير أصبح ولوج وظيفة أستاذ باحث يتم متأخرا في عدد كبير من الحالات، عدة سنوات بعد الحصول على الدكتوراه، أي بعد التوقف عن البحث العلمي لمدة طويلة، بينما كان من المفروض توظيف الشباب المتفوقين القادرين على الإنتاج العلمي في الوقت المناسب. كما أن البحث العلمي لا يشغل الحيز والأهمية اللازمة في مهام الأستاذ الباحث،
فقد يعتبر ثانوي في بعض الحالات، مع العلم أنه أساسي لأسباب عديدة، منها جودة التعليم والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ومن أسباب هذا الركود أيضا نقص الإمكانيات وصعوبات صرف الميزانية. صعوبات النقطة التي تطرقت إليها فيما قبل، أن صرف الميزانية من صعوبة صرف الميزانية هي نقطة حرجة حساسة جدا، ويصعب صرف الميزانية، حيث أنه في منذ سنتين في جامعة محمد الخامس كلية العلوم وصل صرف الميزانية فقط إلى 17%. السي أحمد عاش الإشكالية. ومن أسباب هذا الركود أيضا نقص الميزانية وصعوبة صرف الميزانيات البحث العلمي من طرف الباحثين نظرا لتعقيدات المساطر الإدارية. ثم يعرف المغرب كذلك نقص في التطور التكنولوجي. لا يمكن أن يكون هناك تطور تكنولوجي دون توفر بنيات تحتية وتجهيزات، وهذا الجانب لا زال يعرف نقصا كبيرا في المغرب. ومن مؤشرات التطور التكنولوجي عدد البراءات المقدمة، الأستاذ بوعيات، من طرف الباحثين ومؤسسات التعليم العالي، مجالات الهندسة، النقل، الأدوية، الاتصالات. لكن بعض من هذه البراءات